عودة لكم مشاهدينا بالقسم الأخير بمنجيلك، كيف توزعت النقاط لهلا؟ بسام، رواد، جوي، رامي، منركز على الشاشة ومنشوف إنه بسام ورواد وروي متعادلين ب 900 نقطة، أما رامي محافظ على ال 400 نقطة، فعلاً المنافسة قوية بيناتكم، شرسة جداً. على المشاهدين هن يحكموا ويفصلوا بيناتكم مين رح يربح ال 1000 دولار من الموبيلي توب. اتصال جديد، ألو. ألو، رمضان كريم، مين معي؟ تريز. كاريل، وين عم تحكينا؟ تريز. تيريز، اوكي، سوري. من الحدث. بعتذر. ما قصدي. جغرافيا، موضة، موسيقى، أدب. سياسة أم عموميات؟ موسيقى. موسيقى، يلا، عندك اثنين أم أربعة؟ أربعة. أربعة، بنروح إلى سؤال رقم أربعة، قبل ما أطرح عليكم السؤال أكيد رح نسمع أغنية، هالمرة رح ألكم الأغنية باللغة الإنجليزية، اسمعوا منيح وبطرح السؤال عليكم. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love. سؤال بيقول من الذي يغني أغنية Love Yourself؟ الاحتمالات هني جاستن تيمبرليك، جاستن بيبر، جيسون ديرولو، أم ديفيد جيتا. 10 ثواني تفضلوا. يلا يا رامي. انتهى الوقت يا تيريز. الو، جايزتك عم تتوزع على الشكل التالي، مع بسام 400 دولار، رواد 300 دولار، جوي 200 دولار، ورامي 100 دولار. رواد، البداية من عندك، شو بتقلها لتيريز؟ مليار بالمية صح. مليار بالمية. جوي، تيريز انا صح عم بعطيكي 200 دولار. انا صح اكيد. بدك تعطيني مليار. بدك تعطيني بامر عيوني. انا بدفع لك ال 400 اذا ما طلعت صح. رامي، انا مليون بالمية بالجاي. خذي ال 400 دولار لإلك تيريز. حيتمرك علينا، نحن حندفع بالاخر 200 دولار تيريز. انا واثق خذي ال 400 دولار واجوبتي صح. شوف يا تيريز، رح اقول لك بين جوي، رواد، وبسام 200 300 400 واكيد رامي 100 دولار معه. سؤال مجايل مع رامي بس كادو. بسام، رواد، وجوي المنافسه بيناتهم متعادلين ب 900 نقطه، انت فيك تساعدي واحد منهم يتأهل وتضمني بجيبتك يا 200 يا 300 يا 400. تضمني بجيبتك 200. رواد عم بيقول لي مليار بالمية. مليار بالمية صح. اذا طلع غلط حيدفع لك اياهم 300 دولار. شو رايك؟ مليار بالمية. خذي ال 400 منثبت عند رواد. يا ويلي هالحلقات، بعتقد هيدي الحلقه من اكثر الحلقات منافسة. رامي، أي احتمال اخترت؟ جاستن بيبر. جاستن بيبر مضبوط. جوي، جاستن بيبر. جاستن بيبر مضبوط. بسام، جاستن بيبر. جاستن بيبر مضبوط. مبروك يا تيريز. مبروك يا رواد. تكنيك، مبروك يا تيريز. ما بغشهم، ما بغشهم أنا، ما بغشهم. تيريز، ألف مبروك لك، 300 دولار تقدمة أرقفة فور هير، أكيد تستلميها من الـ MTV. رواد، جوي، رامي، بسام، مستمرين، ما في محل ينام على حرير بعد. لا، الأسئلة مستمرة. منافسة بأشدة. اتصال جديد، ألو. الو، رمضان كريم، مين معي؟ علينا وعليك. الله اكرم. مشهور، وين عم تحكينا؟ من زحله. تحياتنا لاهالي زحله. جغرافيا، موضه، موسيقى، ادب، سياسه، ام عموميات؟ عموميات. بنروح الى العموميات، وعندك بالعموميات رقم 5، بضلك معنا على الخط، والسؤال بيقول اي من هذه الدول عملتها ليست الدينار؟ الاحتمالات هن الكويت، المغرب، الاردن، البحرين. 10 ثواني تفضلوا. اي من هيدي الدول ما بيستخدموا الدينار؟ الكويت، المغرب، الاردن، البحرين. انتهى الوقت. مشهور، مع رامي عم نلعب على 100 دولار، مع جوي 300 دولار، رواد 400 دولار، وبسام 200 دولار. شوف، انا اكيد من جوابي. وانا اكيد و400 دولار. شو يا مشهور؟ انا 300 دولار 90%. 90% 300 دولار. انا مليار بالمية بتوعدتها لتيريز بوعدك. 200 بالجيبة مضمونين. 400 دولار اكبر. 90% اكبر اماونت. اللي فيني اقول لك اياه، في جوابين من اصل 4 صح. رواد، اسمع مني، اللي بدك اياه. انا بهيدي الظروف ما فيني احكي، بس لحتى اكون عادل مع الكل. ما فيك بس اوقات اللي فيني اقول لك اياه، مش على طول تنغش بالجايزه وبالعمر. اللي بدك اياه نقيه، انا ما عم بلمح على شيء، ما عن جد ما بعرف مين اللي معه جواب مضبوط. هو ينقي اللي بده اياه. هو انت بتنقي اللي بدك اياه. انا بعدني بالمدرسه. عم بحكي جد، اللي فيني اقول لك اياه انه انا ما بعرف مين معه جواب مضبوط.
وبتمنى ما مشهور اتكل على الله لانه عم بقول تعادل بين جوي رواد وبسام وهالاسئله هي اللي بتحسم 400 دولار يا مشهور جوي فيك تروج لحالك رواد وبسام 300 دولار 200 بجيبتك يا عمي 400 كادو هولي 300 دولار مشهور غلط رواد ثبت عند رواد بسام اي احتمال اخترت البحرين البحرين خطا رامي بي بي المغرب مزبوط جوي مغرب مزبوط رواد مغرب المغرب سي للاسف يا رواد حاطط الاردن سي على الايباد صارت صايره مرتين على الايباد على الايباد ما المهم انك تركز على الايباد بس مرتين اصبعك بس مرتين اكزاكتلي بدك تحط اصبعك مره على الايباد او ممكن تكون عم تزيح المهم رواد بعدنا بعد بعرف لا بس لاني بعرفها المعروف بعرف بعدك بالصداره رو لهلك شغله حرام يعني تصير الزلمه ما بدي خسر الايباد الايباد هون الايباد هون موجوده هون اوكي بس حدا على الكاميرا لو سمحتوا بس لحتى اقول الايباد موجوده امام كل المشتركين والسوفت وير انشغل عليه من قبل ما نفوت بهذا البرنامج بايام عديده وبعرف بتصير المهم بس لما تحط اصبعك على الاجابه شيل ايدك بس ما بقى تحطها معك 10 ثواني بياخذها مش محبوب السمسون كمان بعرفها يعني. كمان بس ما بعرف اللي عم بيصير معك والايباد عم تاخذ معك بالاخر عم تاخذ كمان الاجوبه المضبوطه فبالتالي بعتقد عم بيكون اصبعك مش بمحل المضبوط مش رح نضيع وقت لحتى ناخذ مش مشكل يا رواد اتصال جديد الو رمضان كريم مين معي؟ الله أكرم الله أكرم مين معي؟ كريمان نريمان؟ كريمان كريمان يا هلا بكريمان وين عم تحكينا؟ زحلي من زحلي كريمان عندك جغرافيا موضة موسيقى أدب أم سياسة؟ عموميات من الغية رواد ضحكة خلص العموميات خلص العموميات عندك جغرافيا موضة موسيقى أدب أم سياسة؟ موسيقى منروح إلى الموسيقى وعندك بعد رقم 2 رح أضلك معنا على الخط أكيد مشتركين بالموسيقى مثل العادة نسمع أغنية من بعدها بطرح السؤال على المشتركين نسمعها سوا يلا رجعت تسأل عني من كل صوب تغني وعند أفياه بيتي تهدم وعدا وتبني السؤال بيقول من غنى أغنية رجعت تسأل عني من كل صوب تغني الاحتمالات هني زكي نصيف جوزيف نصيف عصام رجي عزار حبيب 10 ثواني تفضلوا البعض كان عم بغني مع الأغنية انتهى الوقت كريمان مع بسام عم نلعب على 100 دولار مع رواد 200 دولار جوي 300 دولار رامي 400 دولار رامي شو بتقولها لكريمان 50 ملايين بالمية حلو وطيلي لو سمحتي كريمان صوت التلفزيون من عندك اوكي اوكي وبنسمع جوي شو رح بيقول لك انا 75% الجواب مزبوط عندي بس المبلغ عالي كمان مليار بالمية صح وكبس صح المرة هيدي فما تصير 400 دولار احسن مليار بالمية صح وكبس صح بسام انا ما بدي غش 80% صح لانه بين جوابين عندي كانت كريمان نعم اختاري اللي بدك اياه بس بدي اذكر المشاهدين انه جوي رواد وبسام قبل ما نفوت بعد الفاصل متعادلين كانوا 900 نقطه جوايزهم وحسب اجوبتهم بتربحكم قيمه الجواب وبتضاف هالقيمه على نقاطهم فبهيدا الوضع انتو بتقرروا مين رح يربح معنا بالحلقة جوي عم بيقول لك 75% شو يا كريم من جوابه رامي رامي مزبوط معك ايه مزبوط على الأكيد ايه أكيد كريمان نعم رواد عم بيقول لك معه 200 دولار بسام 100 دولار وجوي 300 دولار ورامي 400 دولار مين بتختاري شو يا كريمان يلا انا دولار بأي دولار بالجيبة اوكي منثبت عند رامي لو سمحتوا بسام اي احتمال اخترت نسيت هلا ببين هلا ببين انا لو سمحتوا سي خطا مش عصام رجي سي جوزيف نصيف حطيت عصام رجي جوزيف نصيف مزبوط يا رواد ما منغش اي اي جو جوي حط زكي نصيف خطا رامي اي اي زكي نصيف خطا ما منغشهم يا محمد نحن نقاط تضاف عندك عند المشاهدين فيهم يختاروك اكيد اتصال جديد الو
عبير اوعى تغلطي. الو عم بسمعكم لو سمحتوا انتوا على الخط. الو هلا عرفت شو عم بيصير معك. كيف توزعت النقاط على الشاشه قبل ما نشوفها؟ بدي اقول اكيد انتهى وقت الاتصالات. بسام 900 نقطة، تعادلت مع جوي. رامي 400 نقطة، رواد مبروك. مبروك لك يا رواد شهيب 1200 نقطة. ميرسي حبيبكم. ما عندنا أحلى من الربح فعلاً. على قلبنا مثل العسل كل يربح. ما عندنا مشترك نتعرف عليكم هلا بالوقت الحالي، بس بتصير أمرار على الآيباد اللي هي التاتش بتغش. والله صار رح نتعلم لبكرة لأن أكيد رح تبقى معنا. أنا أكيد منها حبيبي رح تبقى بكرة معنا وعلى قلبنا مثل العسل. بنشوف سوا شو ربحت من عند الموبيلي توب بهالريبورتاج. مش عم بحكي مع رواد. ألوف الدولارات تقدمة موبيلي توب رح تكون من نصيب المشاركين ببرنامج من جيلك خلال شهر رمضان المبارك. وفعلا شو ما كان جيلك وشو ما كان ستيلك، موبيلي توب هو العنوان لجميع الأذواق والميزانيات. مودرن أو تقليدي، فانكي أو شيك، لداخل البيت أو للتراس، مفروشات أو أكسسوارات. عند موبيلي توب الرابح قادر يجهز بيته على ذوقه. رواد مبروك أول شيء $1000. شكرا حبيبي. والسؤال اليومي بدك تبقى فيك وبدك تمشي فيك وما فيك. هيدي اخذي لك كوتيشن من عند نانسي عجرم. انت شو بدك؟ انا على قلبي مثل العسل تبقى خلص برتاح على بخاطرك. رواد معنا اكيد لبكره $1000 جديد ان شاء الله بتكون من نصيبك. على امل اللقاء غدا بنفس التوقيت. اما بسام مش رح نفل خسرانين معنا $2000. هو شيء بسط تعرفنا عليك، معلومات فعلا حاضره وعندك على طول ساعه اطلاع. المشاهدين صار عندهم ثقه فيك. اليوم كمان قلبوا عند رواد. على امل تستمر هيدي القاعده مع رواد لبكره. جوي يو ار بيرفكت، روعه كنت اليوم. بس ما بعرف كم سؤال بالاخر الجوي ما بيأثر. مبروك بس ولكن بسط تعرفنا عليك واكيد على امل لقاء ببرامج مقبله. اما اصغر مشترك معنا الرائع من سان كور سوفي بصف السيزيام رامي، قد ايه انبسطت اليوم؟ كثير كثير. انت كثير مهضوم وكثير شاطر. مش مشكل اذا في اسئله ما عرفناهم لانه مش من عمرنا، بس تعرفنا عليهم وهذا مبدا البرنامج. كيف فيهم يختاروك بكذا مره ويربحوا؟ ما هيك؟ انبسطت تعرفنا عليك يا رامي. بسام، رواد، جوي، رامي، فعلا الحلقه كانت اكثر من رائعه. على امل غدا اللقاء بنفس التوقيت الساعه 6:30 مباشره عبر شاشتكم الام تي في. طيله شهر رمضان المبارك رح نضلنا نطلع عليكم بجوائز قيمه وباسئله مهضومه وحلوه ومفيده بنفس الوقت ببرنامج بيجمع اربع مشتركين من فئات عمريه مختلفه ومن كل المناطق اللبنانيه. مرحب فيكم بشاشتكم الام تي في وببرنامج من جيلك. مني انا محمد قيس، كل الحب، اطيب التمنيات، افطار شهي وصيام مقبول. باي. We'll be right back.